ضعني في صورة ما يجري عندك في الناصرية، تفضل. أهلا هاجر، تحية طيبة لك ولمشاهدي وان نيوز. في أهلا بك. الحقيقة يعني بعد انتهاء المهلة التي حددها معتصمو محافظة ذيقار أمام الطاقة الكهربائية، بدأت اليوم الخطوات التصعيدية بغلق بناية ديوان محافظة ذيقار بشكل كامل، وكذلك غلق مبنى القوى المقامية ومجلس محافظة ذيقار ودائرة توزيع كهرباء ذيقار. يعني تم أيضا نصب يعني سرادق أمام بناية مجلس محافظة ذيقار وغلقها ومنع دخول كافة الموظفين وحتى أعضاء مجلس المحافظة إلى هذه البناية. هناك خطوات تصعيدية يعني خلال الساعات القادمة، وكذلك من المحتمل أن يكون هناك تصعيد مناطقي تشهده المحافظة بعيدا عن لغة الحرق وقطع الطرق. كذلك هناك يعني غلق لبناية الإدارة المحلية في محافظة ذيقار التي يعني يعمل بها معاوني محافظة ذيقار من قبل الخريجين المطالبين بالاستثناء. يعني مظاهرات كثيرة تشهدها المحافظة بين الحين والآخر، ولكن الحدث الأبرز هو موضوع الطاقة، وحسب تواصلنا قبل قليل مع المتظاهرين والمعتصمين أمام مبنى الطاقة الحرارية أكدوا أنهم لن يتراجعوا ولن يعني ينسحبوا إلا في حال وضع حجر الأساس لإنشاء طاقة بسعة 3000 ميجا وات. نعم. طيب نور، يعني كيف تتعامل القوات الأمنية مع المعتصمين بحسب المعلومات المتوفرة لديك؟ نعم، بالتأكيد يعني هناك تعاون جيد من قبل القوات الأمنية، وهناك تأمين ل يعني هذه التظاهرات وهذا الاعتصام، حتى وصل الحال يعني توزيع مياه الشرب على المعتصمين وبتوجيه من قبل قيادة الشرطة، وحتى يعني من قبل توجيه على مستوى السيد وزير الداخلية بالتعاون مع كافة المعتصمين والمتظاهرين الذين يطالبون بالحقوق المشروعة. طيب نور، أين ذهبت الحكومة المحلية؟ يعني هل هناك مقر بديل لها في الناصرية؟ نعم، بعد يعني بعد غلق ديوان محافظة ذيقار وغلق يعني بناية قوى مقامية ومجلس محافظة، اتجهوا إلى يعني كمقر بديل مؤقت هو مقر قيادة الشرطة ذيقار بحسب الأنباء، وهناك مقر آخر هو أحد الدوائر الخدمية في المحافظة من أجل تمشية بعض الأمور المهمة التي تخص المواطنين. لكن هذا الغلق سوف يستمر إلى حين يعني تثبيت ووضع حجر أساس، ويعني الاستجابة لكافة طلبات المواطنين وأهل ذيقار. نعم هاجر. نعم، ذيقار مراسل وان نيوز نور السعيدي، أنا أشكرك جزيل الشكر.